أهلا بحضراتكم، نستكمل هذا الحديث مع فضيلة الإمام العالم الجليل الدكتور علي الجمعة. أهلا بكم مرة أخرى معنا. أهلا بك. تحدثنا في آخر جزئية عن فكرة الإرضاع، هل الإرضاع مباح حتى أي سن بالنسبة لهذا الطفل المكفول في المنزل؟ ما هو الفتنة اللي حصلت في مفهوم إرضاع الكبير، وإرضاع الكبير طبعا موجود في البخاري والناس زعلانة وبتاع مش عارفين، لا ده حل مشكلة. وعلى فكرة حديث إرضاع الكبير هو الحل مشكلة، ومشكلة نفس المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها دي. إذن الشريعة وسعت فلا ينبغي علي أن أضيق ما وسعته الشريعة. في بقى طرق كاريكاتيرية وديموجوجية غوغائية. انتوا قصدكم ان الست يجي واحد كبير يمصمص في صدره وقلة ادب بقى وتجرامة. شوف حضرتك وانت بتشرح قلت ده في ادوية وفي ادوات ولو كان كذا الى اخره، وما جبناش ده لان الرضاع يثبت من غير الصدر ولا حاجة. ده هو يثبت باللبن وكذا لبن المرأة. فشوه النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقه يذهب غيرة زوجك. زوجها كان بيغيب، طب ايه علاقة الواد يشرب بق كده من ان الغيرة تروح هنا؟ دي حاجة ربانية هو منهاش اي علاقة كونية او بيولوجية، دي حاجة ربانية. يعني لو إذن بالظبط، فلو ان احنا اتخذنا الشريعة وصدقناها لغاية النهاردة لوك في الرضاع الكبير واخراجه عن سياقه. بالظبط زي ما يقول لك ابو نواس كان يقول ما قال ربك ويل للأولى ساكر، ولكن قال ويل للمصلين. بيقولوا له يا ابو نواس انت بتشرب خمره ليه؟ قال لهم ما ربنا ما قالش ويل للأولى ساكر، انما قالوا فويل للمصلين. شغل حشاشين. ابو نواس ده يظهر كان حشاش. فاحنا دلوقتي بنتعامل مع عقلية تشبه عقلية ابي نواس. الناس هتزعل دلوقتي يقول لك انت بتقول على كبار المفكرين انهم حشاشين. لا ما بقولش على كبار المفكرين انهم حشاشين، بس الشريعة بتتيح لي احكام تراعي فيها الحفاظ على الأسرة بالحفاظ على عمود النسب مع تحريم التبني، علشان بقية عمود النسب وما يترتب عليه من ميراث وزواج وطلاق وكذا إلى آخره يستمر، إبقاء على نظام المجتمع، إبقاء على الانتماء الذي سيؤدي إلى الدفاع عن الوطن. لا. رؤية كاملة متكاملة. لا. ما تجيش بقى تنزع دي منها وتقعد تتريق عليها. اللي انت بتعمله ده هو غلط. شوف الشريعة لما اجازت لنا وجود الرق راحت قالت لنا بس الغوها احسن، لغاية محمد باشا شفيق من الاطراف كتب لا رق في الاسلام، لانه ده حرم كل الموارد الا مورد الحرب. عشان المعاملة بالمثل. ثم اباح العتق وجعله قربة لله. فلما يجي نتفق كلنا انه مش هنأسر بعض رقا في الاسلام عايز كده وعايز الحرية. كان تحرير الرقبة ضمن عدد من الكفارات، من حاجات كتير. صحيح. وحتى صحيح. الوجه الله من غير كفارات. نعم صحيح. فيبقى اذن الاسلام كل لا يتجزأ، ولازم نفهمه في خلال هذا الكل. مش أكيد. فويل للمصلين أكيد. نعم. زي أبو نواس. زي أبو نواس. طيب مولانا، في السنوات الأخيرة يعني أو في العقود الأخيرة أصبح هناك شيء حميد، مسألة في بعض المساجد يوجد فيها صندوق أو مشروع أو أناس مخصصين لكفالة اليتيم، قد أكفلوا مثلا بيبقى الشهرية قد تكون 10 جنيهات فقط يعني، وربما من يستطيع أكثر فهو لا، لكن من يدفع 10 جنيهات شهريا تحت مسمى كفالة اليتيم تبع مسجد أو تبع جمعية، هل يحتسب له كفالة يتيم هنا؟ طبعا 10 جنيهات لا تعد شيء، ولكنه جزء الجبل معمول من الحصى. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وربنا بيقول وما قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. نعم. إلى آخر هذا المعنى. نعم. فلا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى.
وهيكون الاجر مولانا اللي يدفع 10 جنيه زي اللي يدفع 1000 جنيه؟ تحسب ربنا كفالة التقديم سبحانه عند المولى؟ وتعالى خلي بالك احب الاعمال الى الله جهد المقل. جهد المقل معناته ايه؟ انا معايا 20 جنيه طلعت الوجه الله 10، وانت معاك 1,000,000 جنيه طلعت منهم 1000، يبقى انا طلعت نصف ثروتي وانت طلعت قرش ساغ من كل 1000 قرش. هل يا ترى العشر تلاف لما نضربهم في 10 بقوا 10,000 حسنة؟ طب وانا العشرين جنيه العشرة جنيه بتوعي بقوا قد ايه؟ صحيح. ده ممكن ربنا يضربهم في 100,000 فاخد انا 1,000,000 وانت تاخد 10,000. بالنية، ربنا يعلم بقى بالنية بقى. بجهد المقل، بالنية وبالحالة وبالإخلاص أكيد. انا دفعت 1,000 جنيه وعايز اسمي يطلع في الجرنان حتى يقال اني كريم، وانت دفعت باليمين حتى لا تعلم يسارك ما تخفي ما فعلت يمينه، يبقى في فرق. وهكذا، فسيبها على الله. المهم انه هيدينا 10 على الاقل. صحيح. المهم مما دفع، المهم انه يتجمع فلوس وننفق على الايتام. بارك الله فيكم مولانا. طيب نتحول الى بعض تعليقات حضراتكم على سؤالنا على الفيسبوك. هل توافق على تبني الطفل في بيتك ام تكفله فقط وهو خارج المنزل؟ كانت الاجابات من بعض اجابات حضراتكم كانت كالاتي. هبه صلاح قالت: مولانا الكريم، تعلمنا منكم ان هناك فرق بين التبني والكفاله، فالتبني حرام اما الكفاله فتجوز دون اعطاء اسم المكفول، اسم الكافل للمكفول، والكفاله بمعنى التكفل بكل ما تقوم به في حياته في البيت وفي الخارج. احمد طارق بيقول: الافضل هو التبني لرعايته وتربيته على السلوك الجيد، لان بعض دار الايتام لا تحافظ عليه ولا هي ترعاه. طبعا هنا التبني احنا قلنا الكفاله، يعني التبني ده حاجه تانية، اعطاء الاسم. في حقيقه هالوتي بيقول او بتقول: كفالته فقط، فهو في الاول وفي الاخر ليس محرم للنساء الموجودين بالمنزل، هنا مساله الارضاع. محمد رضا بيقول: طبعا وافق حتى اكون مع رسول الله في الجنه عليه الصلاه والسلام. شيماء علام بتقول: وافق على تبني طفل في بيتي. هنا ايضا مساله الخلط ايضا حتى ما زالت بين التبني والكفاله، لانه الافضل اني ارعاه بنفسي لانه هيكون محتاج جو الاسره. ايضا مولانا بنؤكد على فكره ان حتى ان كان في المنزل هو كفاله. نعم نعم، هو كفاله، لكن التبني هذا محرم شرعا وكان باعطاء الاسم. نعم، كي هو خلل في عمود النسب. اكيد اكيد. نتحول الى اتصالات حضراتكم. فاطمه اتفضلي. فن طب اسمحي لي حضرتك بس لو وطيت التلفزيون وسمعتينا من التليفون. ايوه اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. الدكتور علي، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. لو سمحت عايز اسالك على 3 حاجات. اتفضلي. زوجي توفى من شهر. البقاء لله يا فندم. الله يخليك، يبقي حياته. وانا دلوقتي بنتي في السعوديه وعايزه تبعت لي اعمل عمره وحج، ممكن؟ ولا في حداد 4 شهور و10 زي ما انا قريت في المصحف؟ حاضر يا فندم. وتاني حاجة، بص، انا كنت بطلع زكاة من ورا جوزي، لان هو كان بيقول لي الزكاة ما تطلعيش مثلا مبلغ كبير عشان يحسدوكي ويقولوا انت معاكي فلوس وكده، 5 جنيه كفاية قوي، وانا كنت بطلع اكتر طبعا، لان في الزمن ده ما تعملش 5 جنيه حاجة. ثالثا الصيام. الصيام هو ما كانش بيصوم ولا بيصلي ولا كان عايزنا حج، انا حجيت مع ابني. ابني هو اللي حججني الله يخليه. وبعدين الصيام كان دايما يقول لي ما تصوميش ويقول للناس، يعني الصيام ده ربنا خلقه من بعيد من زمان ايام زمان، وكانوا يقدروا يستحملوا، دلوقتي مش هتقدر تستحمله، وما تصوموش ومش عارف ايه الحاجات المعتقدات دي. والصيام والحج كان يقول لي الحج ده لرؤساء الدول يروحوا يشوفوا احوال الناس وكده، يعني الناس ليه تروح كده وكلام يعني من ده. انا حجيت الحمد لله وكنت بصوم وكنت بزكي من وراه. طيب كده صح ولا غلط؟ انا عملت غلط؟ لا يا فندم. طيب حاضر حاضر يا استاذ فاطمة، حاضر تحت امرك. استاذ عمر اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اولا كل عام وانتم بخير يعني، وان شاء الله يعني ارجو ان اسال ربنا ان يتقبل اننا صالح عملنا في الشهر الكريم اللي فات ده باذن الله. منا ومنك ان شاء الله من الجميع.
اتفضل. انا بس كنت عايز اسال عن سؤالين. اتفضل. اولا انا طالب، اولا داخل ان شاء الله في اخر سنه في ثانويه عامه باذن الله، ان شاء الله. بس في نفس الوقت انا نفسي التزم بصلاه قيام الليل، فانا كنت عايز اعرف يعني هل في حل غير ان انا اصليها في وقتها، يعني ممكن اصليها في وقت غير وقتها، ولا لازم اضبط المنبه على وقت معين عشان اصلي فيه قيام الليل؟ حاضر. السؤال الاولاني. السؤال الثاني. سؤال اخر سؤال بس. اتفضل. ايه الطرق الثانيه اللي غير كفاله اليتيم ممكن باذن ربنا كده تجمعني مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في الدوس الاعلى باذن الله؟ حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. السؤال الثاني. ايه الطرق الثانيه غير كفاله اليتيم ان هو يكون بصحبه سيدنا النبي ان شاء الله في الفردوس الاعلى باذن الله؟ استاذه بسمه اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. أستاذ حياتي، بس هو سؤال خارج كفالة اليتيم وكده. هل ورد في البخاري فعلا ان السيدة عائشة تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 6 سنين ودخل بها على 9 سنين فعلا؟ حاضر. وهل فعلا ان هي كانت وضعت شطار بينها وبين شائليها واغتسلت قدامهم فعلا؟ وضعت ايه يا فندم؟ انا ما سمعتش، اسف. وضعت ستار يعني غلالة أو حاجة أو تمام. ستار بينها وبين الناس. أيوه. جم سألوها. أيوه. على كيفية الغسل عشان تريهم كيفية الغسل، وضعت ستار بينها وعلى. حاضر. تحت أمرك يا فندم. حاضر حاضر، شكرا جزيلا لحضرتك، أشكرك أستاذة بسمة. مولانا الست فاطمة الزوجة توفى من شهر، تسافر عمرة؟ لا يحرم عليها. تمام. أن تسافر عمرة عند يعني جمهور العلماء. لازم تقعد وأربع شهور وعشر أيام تبيت في مقر الزوجية. فالست فاطمة ما ينفعش تسافر الساحل الشمالي، ولا ينفع تسافر البلد، ولا ينفع تروح عمرة، ولا ينفع تروح حج فريضة. فريضة. هي الحمد لله حجة الفريضة. لكن لو كان عليها فريضة وابنها بعت لها دلوقتي أو بنتها وقالوا لها تعالي فريضة كذا، لازم 4 شهور وعشرة أيام، ده لو كان وقت الحج متقدم شوية. صحيح. فالمهم إن هي عليها من ساعة الراجل ما مات إن هي تعتد 4 شهور و10 أيام، وثواب هذا أعلى من حج الفريضة. نعم. الذي هو ركن من أركان الدين. اللي كانت بتعمله كونها تخرج الزكاة وهذا فرض، كونها تصوم وما تطوعش جوزها اللي متلخبطة عنده المفاهيم، ده هو ده عين الحق وهو ده عين الصواب اللي هي عملته. فتطمئن لهذا وهي ما ارتكبتش أي خطأ ولا خطيئة، وربنا يتقبل منها إن شاء الله. بالنسبة للسيد عمر بيقول متى قيام الليل؟ قيام الليل بيبدأ من بعد العيش، هو فاكر أن لازم ننام ونقوم. لا لا، ده بيبدأ من بعد صلاة العيش. طب افرض انا مسافر اسكندريه وجمعت بين المغرب والعشاء، لسه العشاء ما اذنتش، ابدا قيام الليل قبل العشاء ما تاذن، يبقى العشاء هي المقياس، قيام الليل بعد العشاء سواء اديت في وقتها او اديت في خارج وقتها. طيب اذا اجتمع باب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى غير كفاله اليتيم، القيام الليل اللي هو عايز يمشي فيه ده هو، انا بنصحه ان هو يبدا واحده واحده، وانه يحافظ على ركعتين. تمام. طرق غير كفاله اليتيم، السعي على الارمله والمساكين. النبي عليه السلام بيقول الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، او القائم الليل الصائم النهار، وهكذا. انا وكافل اليتيم كهتين في الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني معية النبي في حاجات كثيرة جدا، ومن ضمنها الحاكم العادل، فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. بسمة بتقول سن السيدة عائشة، سن السيدة عائشة فيه تحقيق، في رواية بتقول 9 سنين ورواية بتقول 6 وشوية كذا، لكن لما تيجي تحسب التواريخ تطلع 18، تطلع ان سنها كان 18. فالرواية الواحدة مش معتمدة، قد تكون صحيحة لكنها ما بتعبرش عن السن، بتتحسب السن بأساليب تانية. وبتقول إنها وضعت ستار
هكذا كانت أمهات المؤمنين على طول لما يأتي الناس فهي وأردنا أن يسألهن متاعا بما فيها السؤال بتجاوب من وراء الستارة دي ويسلموا عليها، ولما يوصلوا لبلادهم يبعثوا لها جوابات وحاجات زي كده. بارك الله فيكم مولانا، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الحلقة، وأشكر أيضا حضراتكم، وإلى اللقاء غدا بإذن الله. إلى اللقاء.